شوفوا يا جماعة، طبق البحريات الفاخر من الجودة ومن السعر. عطني كل التفاصيل اللي في هالطبق. طبعا الصحن يكفي من 5 إلى 7 أشخاص. يكفي من 5 إلى 7 أشخاص. وش الأنواع الموجودة؟ في سمك السيباس المشوي، وفي سمك الحريد المقلي. يا سلام. كذلك المرجان، وكمية طيبة من الربيان المقلي. ممتاز. وعلى رز صيادية وأبيض مع الطحينة والصلصة حسب الرغبة، سواء صيادية كامل سواء الرز الشعبي أو ميكس بينهن. ما شاء الله تبارك الله. بالنسبة للسيباس اللي أشوفه المشوي، كم تقريبا وزنه اللي في الصحن؟ تقريبا الوزن يتعدى 1.5 كيلو السيباس فقط. السيباس فقط 1.5 كيلو. تقريبا يتعدى 1.5 كيلو. والأنواع الثانية؟ وكذلك الحريد تقريبا نقول والمرجان يعني تقريبا يكونون 1 كيلو. يا سلام. إضافة إلى الربيان. كل هذا يا جماعة وعلما جودة في سمك وأكثر في جميع فروعهم إلى 12 أكتوبر ب169 ريال، وعليكم بالعافية. يكفي من 5 إلى 7 أشخاص، ينزل لكم بهالطريقة بالتحديد، يشمل السفري ويشمل المحلي. المعادلة الصعبة في عالم مطاعم الأسماك الجودة اليوم، جودة وسعر وشغل فاخر من الآخر. أبو عبد الله، أسعد شيء إني شايفك واقف على حلالك بخبرة أكثر من 7 سنوات. عطني تفاصيل سمك وأكثر. طيب. تفاصيل سمك وأكثر، دائما طال عمرك إن نقول إن شاء الله، نقول إن دائما قد ثقة عملائنا. للإعلان هذا أو غير الإعلان هذا، الطعم ما عجبك فلوسك موجودة. يا سلام. يقول لك بالمختصر، إذا ما جازت لك الجودة والطعم اللي عندنا، رجع دراهمك إلى آخر ريال. تفضل. نعم صحيح. طيب. شوفوا يا جماعة الجودة اللي عندهم هنا السيباس، عطني التفاصيل الجودة. طيب. اللي عندكم عندنا طال عمرك أخوي ماجد، هذا سمك السيباس دائما خيار مفضل بالنسبة للناس اللي تأكل السمك مشوي، ويعتبر ممتاز في الشوي أو في الفرن. طبعا عندنا غير السيباس، عندنا سمك الحريد من الأسماك المتميزة جدا، يكون هذا سمك زبدة ممتاز في الشوي والقلي والفرن، من الأسماك اللي يفضلها أهل المنطقة الغربية وأهل المنطقة الشرقية وأهل منطقة جيزان كذلك، وسمكة تعتبر يعني مفضلة للجميع تقريبا. يا سلام. عندنا سمك الدينيس السوبريم من الأسماك الغنية بالأوميغا 3، ومن الأسماك اللي ممتازة في الشوي والفرن. كذلك عندنا سمك الشعور من الأسماك اللي تيجي دائما من الخليج العربي، ومن الأسماك الممتازة في الشوي والقلي في نفس الوقت. كذلك من الأسماك الطازجة والممتازة بأحجام جيدة المرجان. وشوف السمكة تبان لك ما شاء الله تبارك الله من العين وتفاصيل العين، ويكون السواد داخل العين ما عليه أي زغللة أو أي ملاحظات على عين السمكة، دائما تكون السمكة هذه طازجة. عينكم على الجودة اللي عندهم. وكذلك الحراشيف اللي في السمك تكون بالطريقة هذه متلاصقة، وتكون يعني غامقة نوعا ما، هذه تبين لك أن السمكة طازة. ولو تلاحظ أخوي ماجد، الدم موجود، دم السمكة موجود في العرض. كذلك من الأسماك اللي ما تتوفر بشكل دائم، سمك السلطان إبراهيم له عدة مسميات. هذا سمك بلدي لا يعلو عليه في القلي، دائما يعني مفضل لأهل المنطقة الغربية ومحبين القلي يفضلونه كخيار، يسمى بربوني ويسمى سلطان إبراهيم. كذلك عندنا من الأسماك اللي تأتي من النرويج، هذا الوحيد اللي مستورد عندنا، سمك السالمون اللي هو هنا هذا الحوت كامل، سمك السالمون من هنا مقطع شرائح، هذا يكون من النرويج، يجي لنا من المطار بشكل 3 أو 4 مرات في الأسبوع يكون وصول سمك السالمون عندنا في سمك وأكثر. كذلك عندنا 3 أنواع من الربيان و3 أحجام، هذا ربيان المزارع، هذا يكون مستزرع ويكون جودته إلى حد ما أو طعمه أقل من الربيان البحري اللي هو هذا ربيان البحر من الخليج العربي، هذا ربيان بحري. عندنا 3 أنواع و3 مقاسات وأسعارها مختلفة، لكن دائما يكون البحري هو خيار أول في المذاق في الطعم. يا سلام. وكذلك من الأشياء بلح البحر أو المحار، عطني
الجودة اللي عندكم. طبعا هذا بلح البحر أو المحار يسمونه، هذا من ثمار البحر ومن خيرات البحر. هذا طبعا يكون الأحجام هذه غالبا تكون مستوردة، يكون هذا نيوزيلندي، هذا أوروبي منتج نيوزيلندي، هذه فيها أوميغا وفيها معادن يعني من الأشياء المفيدة جدا 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 وغنية بالفسفور والمعادن طبعا، وفيها الأوميغا 3 طبعا. لها أكثر من طريقة طبخ، تكون عندنا في الشوربة، تكون عندنا في الفرن، تكون عندنا زي المقاربة للحمسة، تكون طاجن بالبلح، وكذلك نعد المستهلكين أو الزبائن بجودة في بلح البحر أنها تكون رقم واحد إن شاء الله في السوق. هذا المنتج نيوزيلندي. يا سلام، هذه الجودة اللي عندهم. راجع لك يا عمري على الجودة، بعطيكم معلومة من صاحب الحلال اللي مختص في مجال الأسماك. هالمعلومة من أبو عبد الله مالك سمك وأكثر. عطني الواحد كيف يعني يميز السمك الطازج واللي لذيذ، وش الخطوات اللي يتخذها؟ من أول مؤشرات أخوي ماجد تكون عين السمكة، تكون العين واضحة وما فيها تغبيش، وتكون زي ما تشوف الآن السواد واضح، وأيضا المنطقة العين ما في صافية تماما، وأيضا كذلك من الخياشيم اللي في السمكة تكون متلاصقة وتكون غامقة. وشوف هنا لو تلاحظ الزبد اللي على الخيشوم اللزوجة موجودة تماما، واللون غامق. هذه منها تعرف من أشهر طريقتين تعرف فيها السمك، وتكفيك. أنا أقول هذه المؤشرين يكفيك، في طبعا اللمس وفي الريحة، لكن هذه المؤشرين دائما كافية أنك أنت تعرف فيها السمكة ومتى كانت تقريبا. في ناس من العين يعرف متى كانت السمكة طالعة من البحر، كذلك حتى هنا تشوف السمك الحريد الفرهودي أو الوريك يسمى، بإمكانك أنك تشوف الخياشيم كيف متلاصقة وكيف اللزوجة عالية في منطقة الخيشوم. ولو تلاحظ أخوي ماجد هنا لو تشم تحصل ريحة البحر قريبة منك في منطقة الخياشيم. هذا السمكة فريش وطازة. يا سلام، خيارات كثيرة جدا وجودة عالية قدامكم. هذا طبعا من الخيارات اللي عندنا الاستاكوزا، والاستاكوزا طبعا في سمك وأكثر أنواع الرز متوفرة، الرز الشعبي وأيضا الصيادية. وصلت الاستاكوزا عندهم بالجبن، عندهم بالبشاميل، أيضا عندهم بالزبدة، وكذا نقدر نقول اكتملت السفرة في سمك وأكثر. اللي بالطازج والفاخر من الآخر، تركيز. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. اسمهم سمك وأكثر، ولهم 5 فروع وعرض قوي جدا يشمل جميع الفروع. هدفهم من العرض تجون تجربون الجودة العالية جدا في الأسماك والأطباق اللي عندهم. هذا العرض الحصري إلى 12 أكتوبر ويشمل جميع الفروع. هذا فرع حي المونسية على شارع الشيخ الحسن بن حسين بن علي، وتقدر تروح لأي فرع من الفروع اللي عندهم. لذلك سمك وأكثر في السنابات القادمة.